الحقيقة البرنامج ساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم العقلية والعلمية، وكان هناك حقيقة يعني دافع كبير جدا للطلاب على التعلم واكتساب خبرات جديدة في المجالات التي تم اختيارها. غرفة رايت 2030 بإذن الله. سجلت في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الحمد لله حققت فيه درجات عالية. سجلت في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين وغيرها من البرامج التي تقدمها موهبة. مسار العلوم الطبية والحيوية والكيميائية. بإذن الله أني أشارك في المسابقات الدولية وأحاول أني أجيب المراكز الأولى. أمثل الوطن وأساهم في رؤية 2030. شكراً موهبة على هذا البرنامج الرائع. أنا مسجل في مسار العلوم والهندسة. أشكر موهبة على هذا البرنامج وأخذت معلومات كثيرة جداً ومفيدة وممتعة. أنا شارك في برنامج موهبة صايد. إحنا في مرحلة تحول نحو المستقبل، ويجب أن نشارك في هذا التحول بكل إيجابية وفعالية. وأبناءنا الطلاب شغوفون لهذا التحول، نحن نتحول بهم ومعهم من امتلاك المعارف أو من المجال المعرفي إلى امتلاك المهارات.